بنتاكورت الدور الايطالي السيري اي الجوله الرابعه وشنا كيفاش روما وين لعب بقوه خاصه في الشوط الثاني وين شناهم كيفاش الشوط الاول سجلوا هدفين الشوط الثاني الشوط الاول ثلاث اهداف الشوط الثاني نقولوا الشوط الثاني هدفين شنا كيفاش كانت المباراه وين الشوط الاول سجلوا هدفين الشوط الثاني هدفين الشوط الثاني شنا كيفاش كانت المباراه في نقولوا بلي كانت مباراه قويه وين المباراه اللي شنا كيفاش روما وين دخل بخطه 4-3-3 بين فينتون اللي دخل بخطه 4-4-2 يعني شنا كيفاش جينيكو اللي سجل في الدقيقه الخامسه ضد روما وين خادع الدفاع تاع روما شنا كيفاش بيدرو وين عدل النتيجه ايدن وين اضاف الهدف الثاني في الدقيقه 35 هاريك في الدقيقه 45 شلنا كيفاش جوردان فيرترو في الدقيقه عن طريق الهدف الرابع عن طريق ضربه جزاء الدقيقه 69 77 ايدن كذلك يعود ويسجل الهدف الخامس في الدقيقه 77 يعني نقولوا باللي كانت مباراه كانت شيقه مباراه اللي شاهدنا فيها المدرب باولو اللي دخل بخطه 4-3-3 شفنا كيفاش فيليبو المدرب تاع بين فونت اللي دخل بخطه يعني نقولوا باللي خطه تقليديه من اجل التعادل او مخادعه شفنا كيفاش كاميال شفنا لوكا شفنا دام شفنا ارتور شفنا كيفاش بيسكولي باريان شفنا ياغو شفنا كيفاش كابريراري يعني من جانب بين فينتون وشنا كيفاش روما وين دخل بالتشكيله تاعو شنا ليناردو شنا جورجيو دافيد سانتون يعني نقولوا جوردان هاريك باريان ايدن بيدرو وشنا كيفاش ماريش اللي دخل في الشوط الثاني شنا بيرناو كذلك كارليس اللي دخل في الدقيقة 78 يعني مباراة وين كانت شنا كيفاش جينالكو اللي سجل الهدف الثاني لصالح بينافينتو في الدقيقة 55 يعني كانت مباراة وين كانت شيقة مباراة اللي شاهدنا فيها أهداف شاهدنا فيها لعب جميل خاصة من طرف روما وين شفنا كيفاش روما وين سجل اهداف في الشوط الاول سجل اهداف في الشوط الثاني يعني كانت مباراه كانت شيقه مباراه اللي شاهدنا فيها اهداف شاهدنا فيها لعب شيق نقولوا بلي شيق وين نقولوا بلي روما وين فاز كان مسيطر وفاز في هذه المباراه في الجوله الرابعه روما يفوز على بينيفيتو بالنتيجه والاداء في الدور الايطالي السيري اي.